اتخانقتي في الشارع واحتجت حد بيعرف يتخانق تتصل بيه؟ لا يعرف يتخانق، يعرف يتخانق. اقول اقول اتصل بيكم انتوا؟ ده كان اختبار يا محي. هدي وتشيري يوم جايين بقى ايه نعمل ايه في ال تاخدوا حق لازم تكون بتخانق مع ستات. يا جماعه انتوا بتتخانقوا في الشارع يعني؟ لا بس عندي واحده صاحبتي لو انا اتخانقت خناقه ستات في الشارع، يعني لو مش مع رجاله، لو بتخانق مع ستات في الشارع لازم هبعت اجيبها، لان اللي فيها شتيمه هتاكلهم بقى، فاهمه؟ عندي صاحبتي اسمها رباب، من الاخر بقى يعني انا لو اتخانقت مع ستات في الشارع الو رباب ابضاي قد شبر وقطع كده قد كده. ايوه هتروح تعمل ايه يعني؟ وقبضايا جدا كده ولا لا؟ يعني تعرف تخلص الخناقه مع ستات طبعا، صوتها عالي، تعرف تخلص الخناقه وذهنها حاضر وكده، يعني قبضايا في نفسها قوي. فدي لكن مش هتجري مثلا يا هدي؟ مش هتخانق عمري في الشارع بطلنا نعمل الحاجات دي من زمان يعني، كنت بتعمليها؟ كبرنا عليها. طب وانتي بقى؟ لا بطلت. طب وانتي لو اتخانقتي؟ لا انا اشيل اي خناقه لوحدي. يا جامد انت، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا انا خناقه سيبيني خلاص، يبقى هناديكي يا شيري فورا. اوكي خلاص فورا، بس كلام ومنطق، لكن مش عمري ما هشتبك. ولا هي دي حاله بس الجيم اللي انت روحتيها فحاسه؟ لا 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 شخصيتك من زمان، لان احنا كنا مره اتكلمنا في الموضوع. لا مش ايده عنف، هي اتكلمنا مره كنا في الموضوع ده يا سامح، مش عارفه كنت انت في الحلقه ولا لا، قالت ان هي وهي صغيره كانت بتاعت خناقات وبتاع وحركات مشاغبه، يعني عادي جدا قوي. عادي ما عنديش مشكله، حد خبط العربيه عايزين نتلاسن بقى وننزل انزل عادي جدا ما يهمنيش، بس ده خلاص ما بقاش موجود طبعا. يعني الشهره برضو لو خالد بقى بيزعق لي جامد جدا في الحكايه دي، ازاي ممكن تعملي كده؟ ازاي ممكن تعملي كده؟ صح. ونزلتي لي قلتي له بقول لك اللي هو حبيبي بقى بيتخض بيتخض، اللي هو ازاي عملتي كده؟ معقوله تعملي كده؟ بس بطلت بقى. عقلت. عقلت، بقيت اهدى شويه مش كتير يعني.